تصنيفه طلعنا 1385 لاعب جزائري. وين ميشن اسمه شباب ماكينة فوز، اسمه ماكينة فوز يعني هو آلة الفوز، هو اللي دائما كله يفوز في الأجيون. يعني فاضل بيخلطونه هالجيم، بيخلطني هذا الخصم بيخلطني. تصنيفها 1200 في الديفيجن و 1300 في الماي كلب، واسم النادي ماله وين ماشن يعني ماكينة الفوز، راح يخلطني الحين. شباب فاضل في خطر، من ينقذه؟ صدق اني في ورطة يا شباب. هاي ما بغاهم بعد، خليها بوجود. هذا انا من الجزائر وهذا لعيب، والنعم فيه نتشرف فيه حبيبي. Can you help me؟ تصنيف واجد قوي شباب هالخصم، حتى نسبة فوزه كم؟ 80. شباب عندنا جيم صعب شوية، بركز في اللعبة. جيم صعب شوية يا شباب. علي لاعب مصنف، ممكن نشوتها خلاص. حارس حارس فيدك فيدك يا حارس، لا لا توهقني يا حارس، فيدك والله انا فيده. افضلي عندك، عندك ايد جامبينج افضل تاخذ على اللعيبه بايدك. وهقني تحطني في هذه المواقف يا حارس، رام عليك. استعجل، قاعد استعجل في التمرين. اهدأ 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 يا فاضل، بتحط الثاني. اهدأ يا فاضل وبتحط الثاني. اهدأ اهدأ اهدأ. ما عبرة حبيبي والله، بنورك يا واي بيم واحد حبيبي والله. حبيبي حبيبي يا يوسف حبيبي، نتشرف فيك، مبروك مبروك حبيبي الفوز، تستاهل. يلا شباب تركيز لازم، ايش فينا قاعد اخسر الكور؟ خصمي هو متوتر بس انا بعد نفسه قاعد اخطا. لكم له ضيعت كور علي، قاعد اضيع كور. شوفوا كله بلوك، شوف البويل، البويل سوى بلوك حق قصري فييرا.
سوى بلوك حق لقطة بويول وسجلها هدف. فالبلوكات في اللعبة يا شباب شيء غثيث في اللعبة، يغثني يعني فعلا للأمانة. ليتس جو، خلاص الحين بركز، الحين بركز يا شباب، بحط الثالث الحين لازم حق اني اعطي فرصة اني يتحمس او يكسب ثقة. لازم احط الثالث الحين بسرعة بسرعة، ادري الحين بتقطع، احط الثالث بسرعة وانهي الامور وبعدين النتيجة كارثية. يلا احط الثالث، لا خلاص انا ما راح اخطأ الحين في التمرين، ما راح اخطأ في التمرين الحين، خلاص الحين بركز اني انا احط هدف بسرعة. انا اعرف ان معنويا لو حطيت الثالث راح اسجل الرابع والخامس، خذوها مني وقلتها. شوفوا شوفوا كل اخطاء، شوفوا بعد خطا هذا ما شاء الله عليه، الخصم يقرا التمريرات بشكل دقيق جدا يا شباب. يتوقع تمريراتي وانا قاعد استعجل، لان انا بوصل بسرعه، انا بوصل بسرعه في الهدف، استعجال مشكله يا شباب. يلا بابي، يلا خلاص خلاص حبيبي، ستأكل ستأكل حبيبي، خلاص قلت لك انا العرق اللي في راسي طلع فوض الحين، بوت كريزي. خلاص شباب يلا ليتس جو، لا ما راح اقطع خلاص حبيبي، انا عندي 3-1 الحين، الضغط وهم شلتها مني خلاص، ما عندي ضغوطات حاليا، خلاص ضغوطات انشالت، راح يطلع المفروض يطلع المستوى الحقيقي الحين، الاهداف الكارثية الحين المفروض يا شباب. فاضل يتحول الى الوحش الكينج، لا لا لا، انا توقعت يحرك الحارس، انا قلت كنها من نار في الزاوية الثانية، انا توقعت بيحرك الحارس، صدمني والله انك خذلتني، ما توقعت يعني مستوى، قلت يمكن بيحرك الحارس، والله اني فكرت بحرك الحارس. يلا يلا ما علي ما علي ما علي، ارجع ارجع يا حارس، قسم بالله شباب انا حطيتها في اليمين، قلت حسيت انه بيحرك، قلت باغته يعني بالهدف، صدمني انه ما حرك، صدمني. بالعاده اللعيبه اللي بهالمستوى يحركون ما يخلونه حارس. اوكي على راحة، يلا يا وان بيساكا حبيبي، يلا العباس، يلا خليك جاهز يا مبابي، خليك جاهز للتحضين، لا اصبر حكم فاول، لعبة مثلث والوان ما نفعت، فرصة نحط عليها هدف قاعد يخطأ، خلاص انا احاسب حين احط هدف، ارجع للحارس ارجع للحارس وشتت واطلع بالشوط الاول 3-1. عليكم السلام يا أسامة، يا هلا فيك شباب، انا بعد احتاج هدف، اعرف ان هذه اللعبة ما فيها ثقة يا شباب، الثقة فيها صفر، فراح استخدم رونالدو، واعرف ان رونالدو هالوقت المفروض يكون جلاد، رونالدو هالوقت يكون جلاد يا شباب، عنده بوست معطل البوست حق جوفنتوس، فوق هذا سهمه ازرق وبالماكس ليفل، المفروض يكون جلاد وما يخذلني رونالدو، المفروض ما تخذلني حبيبي، خلاص المفروض اقل شيء تحط لي هدف على الاقل، هدف وتطمن تعطيني نتيجة مطمئنة. اوكي مسكته، تعال الاس بالكويتا، يلا تعال كازميرو، لا مربع اكس بيسوي مربع اكس، كازميرو على راحة استلمها، فييرا فييرا ايش فيه قاعد يقطع مرتين على بعض، قسم بالله فييرا يا شباب شكلي بطلعه مرتين، يقطع نفس الطريقة فييرا، ايش فيه فييرا، سكريبت عليه احس انا او اللعب ثقيل سبحان الله، ما ادري شنو غريبة يعني، مرتين نفس اللقطة تصير حقي، ان فييرا العب له وما يلعب تمريرة اكس،
هل اللي كنت خايف منه صار؟ نستقبل هدف بهالطريقة. لا والله العظيم الجيم فيه خذلان يا شباب، والله الجيم فيه خذلان يا شباب. مهما كانت النتيجة، شلون انفرد؟ شلون لعبة تخاذلوا؟ شلون لعبة تخاذلوا في اللقطة؟ ليش تخاذلوا وتركوها حق تورس؟ واضح التخاذل، قسم بالله واضح. يلا عاد شوف اللعيبة مالته كانهم زومبي حولوا. شو الطويل، ما في ثقة في اللعيبة. نفس فييرا من شوي يخطأ ويباهقني. نشوف قطع، الله يقطع ابليسه. بيكم باور قطع الكره ونسى انه شنو سوى. قطع الكره وقاعد يتبهلل، شنو صاير ما يدري. انت الحين قطع الكره صوبه، نسيت انك انت قطعت الكره يا بيكم باور. والله العام لعبه غثيثه صراحه. الحين هو قاطع الكره فجاه نسى، سبحان الله صار نسيان. زهايمر ما يعرف ان الكره هو اللي قاطعها. روح خذها كمل. نعم الجيم ثقيل، والدليل الهدف اللي استقبلته الثاني بفييرا. انا المفروض مرر اكس، ما ادري ليش ما لعب. هذا الشيء يقهر صراحه، انك تستقبل هدف بهالطريقه. تحس ما في يعني، تحس هدف ظلم يعني، تفهم قصدي؟ لا تحس الهدف ظلم. يلا واحدة بواحدة، انا لقمت واحدة وانت تلقم واحدة بعد، واخذها من عندك. شوف الطريقة استفزازية، تقطع الكرة بالمهاجم عند الدفاع وتسجل. تحس نفس الشيء بالضبط، حس اللي صار حقه نفس اللي صار حقي يوم من شوي بفييرا. اكره شيء ان المهاجم ياخذ الكره يخطفها ويسجل. هني تحس روحك ان انت تافه في اللعبه. هذا متخاذل شباب، والله انه متخاذل فييرا. خلني بطلع، في تخاذل واضح في اللعبه، لان مرتين، مو مره، مرتين على التوالي يسبب لي هذه الحركه. تغييرات شباب، بس اول مرة العب ضد خصم لعيبتي يتعبون. اول مرة اشوف بيكم باور وبويل يجي دقيقة 76 تعبانين. لا حبيبي مو مشارك، انا ما حصلت فرصة للاسف. للاسف قدمت وما رفضوا، يعني طلع لي انه يقول لي العدد مكتمل. شوف التخاذل، بعد شنو الحين التخاذل؟ حتى من السوني تبي تطردني، تقول لي رساله راح نطلعك بعد 15 دقيقه. هذه تخريفه من سوني. والله الجيم فيه يعني التخاذل. لا هي تضيع، مبابي تضيع، والله حرام. ما تضيع يا شباب، ما تضيع مبابي. اعطوني ألف مره فرصه نفسها بسجلها. مبابي باليمين وباليسار ممتاز، ما عنده اي مشاكل، بس في هالمباراة خذلان من لعيبة خذلان يا شباب. تعال 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 يا كوليبالي يا وحش. حضن حضن، العب لبيكام، روح لكازميرو، روح لرونالدو، وروح لمبابي. شوفوا البلوك. اوكي زين، بتلعبها طويلة، بتلعبها طويلة. مسكتك مسكتك، خلاص مسكتك. زين حظا 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 حظا، تعال 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 تعال. children behind please come.
شوفوا حتى فيك شوت ما يسوي من زود الديلي اللي موجود في اللعبة التأخير، حتى فيك شوت مربع واكس ما يسوي. هاي كلها بسبب التأخير يا شباب، كلها بسبب التأخير في اللعبة. نعم الحين بتعبر، لو عبرت صدقوني شباب عضيت صبعي، لأن أنا من شوي سويتها ويعني أفضل من الاتجاه اللي كان فيه بابي، يعني سويتها أفضل. ما ليش بعد ما سجلتها؟ العب 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 يا بابي. شوف ثقيل اللعب والله إنه ثقيل. أول ما تفوز لعبة ما تكون مستانس فيها بتلعبها لمبابي، مفهومة مفهومة حبيبي. النت من شوي خلاك تسجل هدف بويل دبوني تشار حبيبي. أذكرك يا حسن، أذكرك حبيبي، تشرف فيك. نلعب لعبت معي في بيس 20، والنعم فيك حبيبي يا حسن. شباب قسم بالله الجيم هذا مو مقنع جدا، مو مقنع حقي. فايز بس متضايق. I'm not happy about this game even though I'm winner. I'm not happy about this game. See what he said. عشان ما حد يقول فاضل كله يصيح. أنا فايز مو راضي. أنا كله أقولها. Even I'm though I'm winner. I'm not happy. كله أقولها. أنا فايز بس مو راضي على اللعبة. هلا حبيبي يا سامر حمودي. والله إني مو راضي على اللعبة. الله حس اللعبة غبية.